نريد دنيا ما نريد رحية باسمكم خذوا الأحمر باسمكم خذوا الأحمر انتظم من زينب لن ندرك لأوتا إلا على فوضائها صرحة على الكفر الموت عين كل الأولى فالحرق لئيها والحيث ما يهنى لنا الحرق الكفر انتظم من زينب لن ندرك الأوتا إلا على فوضائها صرحة على الكفر الموت عيد للأولى الحرق لئيما والحيث لا يهنى لنا الحرم لقوما نذرت عمري لكم والحق يا سيدتي إن لم يكن يغنيك مع أقناه داكم حجتي لأنكم أمنيتي في فقتي وشدتي لن أنثني عن حبكم فوق أوردتي نذرت عمري لكم والحق يا سيدتي إن لم يكن يغنيك فأقناه داكم عدتي لأنكم أمنيتي في فقتي وشدتي لن أنثني عن حبكم فوق أوردتي عليكم في خاطري قد دلت الآية وكل أشنائي لكم قد أصبح الراية وغايتي في عشقكم تختصر الغاية وكل أضلاعي لكم تعزف كالناية إن لم أموت في أحد أو في غمار خندقي في مصرعي في كربلاء من أنا سألتقي كرمي على الأرض في مغرب أو مشرقي أجلني السبط به للحشر هذا منطقي ما إني زينب لن نترك العوشة إلا على فوضائها صرحة على الكتبة الموت عيد للأولى قد عرفوا الإيمان والحيش لا يهنى لنا انحاربوا القرى نذرت عمري لكم والعفو يا سيدتي إن لم يكن يغنيك مع أغناه داكم عدتي لأنكم أمنيتي في قافيتي هلا رقاه لأنكم أمنيتي في فقتي وشدتي أنثني عن حبكم لو خضعوا أوردتي عليكم بخاطري قد دلت الآية وكل أشلائي لكم قد أصبحت راية وغايتي في عشقكم تختصر الغاية وكل أضلاعي بكم تعزف كالناية عليكم بخاطري قد دلت الآية وكل أشلائي لكم قد أصبحت راية وغايتي في عشقكم لم أموت في أحد لم أموت في أحد أو في غمار الخندق إلا أموت في أحد أو في غمار الخندق في مصرعي في كربلاء من أنا سألتقي كالحلم هذا لن أرى في مغرب أو مشرق أجنني الصبط به حشر هذا منطقي الدنيا فانية والذكرى باقية للروح سامية لكل سفر إن العمر اكتفى بالحب والوفا يا للمصطفى نور الليالي الدنيا فانية والذكرى باقية للروح سامية لكل غالي العمر اكتفى بالحب والوفا على المصطفى بدور الليالي قد سمعنا صوت مولانا أبا الأحرار وهو يدعو الموتى من ركوب النار ثم يدعو العار من دخول النار يا حسين يا حسين انت عليك تقول بس يا حسين في السطر الثالث انت تقول يا حسين قد سمعنا صوت مولانا
يا حبيبي